السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب يا جماعة الخير كده مقدما في بداية الفيديو زي ما ندى معوداكم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. روتين النهاردة بقى بصوا صراحة انا عايز اقول لكم ان الواحد قرفان اخر قرف. اللي عايز يتخانق يجي يتخانق معايا بقى، انا عايز اطلع طاقتي في اي حد، فاللي موجود يسد خانه يتفضل انا موجوده. صراحه بصوا الواحد نفسيته يعني سلمان برضو بعد ما نقلناه وغيرنا المكان. برضو في واحده ميته تاني النهارده، احنا كده يوميا لحد ما هيتصفوا واحده ورا التانيه. وبرضو في فرخه من الفراخ البياضه بصوا ضعيفه وحاسه ان هي عندها هزل كده، مش قادره تصلب طولها، مش قادره تقف. بصوا هي الفرخة دي اجري، بصوا انتوا هتشوفوها هنا، بصوا شايفين عاملة ازاي. انا مش عارفة في ايه، انا بقى مش عارفة في ايه، باين عليها قوي فمش عارفة والله العظيم في ايه. بصوا انا ماسكاها عايزة لكم بكل سهولة كده، هي ما بتفرفرش في ايدي. هنحطها هنا حاسبة هتكسر البيض. انا بحطك تعالي هنا، خش خش فيه على فين. انا حطاك وحط لك والله شويه عسل عشان تحط فيه. هلا هي خايفه، تعال نقفل عليها الباب، هي لما تلاقي العلب جوه هتاكل. خلاها بس على ما تاكل شويه، لان حاساها برضو ضعيفه ومش قادره تقف. بصوا مش قادره تقف على رجلها خالص، مش قادره تصلب طولها. وكذلك الوضع عند ال، استنى نجيب كيس العلب. هنجيب الثلاث بيضات هتكسرهم، وكذلك الوضع عند السمان. والله ما عارفه ايه اللي حاصل مع الطيور، مع ان الله اكبر انتوا شايفين الخضره اللي بتترمي. يعني حتى لو انا مهمله في الاكل، في خضره في الاكل كده فيها بنجر، حاجات رفع مناعه، بحط لهم اكل بيت الاول كده ياكلوه. واكلين بلح قد كده، شوف كميه البلح اللي واكلينها، شوفوا كمية البلح اللي واكلينها والله قد ايه. يعني حاجات ترفع مناعتهم برضو، ف مش عارف والله. ورامية لهم علف ناعم هنا من شوية اهو، اثروا في الارض اهو. يعني مش عارفة اعمل ايه، دي نفس ولا ايه اللي جرى على السطح بقى، مش عارفة. بس هي واقفة عاملة ازاي والله مش عارفة يا جماعة. في الواحد والله زهقان وقرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هتكسروها، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين البيضة قد ايه؟ في واحدة تانية، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين وادي للاسف سمانه برضه ميته تاني النهارده. انا مش عارفه فيه والله، انا مش عارفه فيه، اعوذ بالله مش عارفه فيه. الواحد بص يعني والله ناس كتير كتبت لي في الكومنتات اذبحي يا ندى السمان. هو مفيش الا دول، يعني مفيش الا اللي قدامكم دول، هم خمسة والسادس اللي هو اللي كان خارج عندنا ده لسه صغير. فانا مش عارفة الحاجة مالها، انا مش عارفة الحاجة مالها. طب جوع تأثير؟ طب العلف ده والله العظيم من امبارح قدامه، والمية الصبح بدري كنا حاطين شوية مية، بس حطيت لهم عشان كنت حاطة لهم فيها معلقة خل، كنت حاطة حبة مية قليلين. طب في ايه انا مش عارفة، في ايه انا مش عارفة، في ايه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. مش عارفة والله العظيم في ايه. بتاعة دي بتردني ليه؟ الواحد مش عارف يعمل ايه والله، اذبحهم واخلص منهم ولا مش عارف.
الناس اللي كانت طالبه بتقول لي عايزين سمان للبيع من عندك، والله يا جماعه ما عنديش، هما دول اللي عندي وبيصفصفوا اهو بيموتوا، والله لو عندي ما همنع عنكم حاجه، بس انا ما عنديش والله، اللي موجود عندي هما اللي انتوا شايفينهم دول. والله انا الواحد تعب جدا، يعني مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه التاثير فين برضو، مش عارفه السبب. يعني امبارح لقينا واحده ميته شلناها وخلاص والدنيا تمام وزي الفل، وقلنا خلاص ننقلهم، قلت السلكه علشان حديد والجو حر فقلنا يمكن من الحر، جبناهم هنا برضو. ايه المشكله؟ مانيش لاقيه سبب ولا لاقيه مشكله. يعني حتى ده انتوا بصوا، عايزه اقول لكم ان انا امبارح جه في مخيلتي كده ان لا قدر الله فيهم حشره الامل دي، رحت فحصاها، يعني الله اكبر. بصوا بصوا لميته اهي، بصوا شايفين اللي ميته، مش عارفه جسمهم ازرق تقريبا عشان هي ميته، مش عارفه من الصبح بدري ولا ايه، بس انا الصبح الساعه 7 قبل ما انام كنت حاطه لهم ميه وغيرت، مش عارفه هي لسه طريه على فكره، مش ميته بقالها كتير، بس شايفين جسمها. يعني انا كنت شكيت للحظه كده ان هو مثلا لا قدر الله يمكن بسبب الحشره دي ولا حاجه، مع ان السلكه نظيفه، يعني ده انضف تربيه بتبقى في السلكات والبطاريات اللي هي زي كده. طب بصوا بصوا البطايه، بصوا عامله العين التانية ازاي. شايفين العين التانية قافلها ازاي؟ انا مسكتها دلوقتي لقيتها فاتحة عادي. وخيرة في حاجة غريبة، في حاجة غريبة يا جماعة، والله الواحد مش عارف اختم الفيديو ولا اعمل ايه. اي فتحت عينيه. طب هو بس عينيها تصدقوا مدمعة شوية، عينيها مدمعة شوية. انا كده ممكن هاخد البطايه دي معايا والسمانه وهوديها للدكتور واشوف هيقول ايه، عشان بص الواحد كده والله مش قادره. يعني الواحد فرحت بالفقاسه، قلت هعمل انتاج عندي من السمان، وللاسف الوقت اللي جيت اعمل فيه انتاج السمان وحجم البيضه يتظبط ويتعدل. امهات السمان عندي اخسرها، مش عارفه فين. هي نزلت من السلكه مش عايزه تقف. بص بص مش قادره تقف على رجليها، حطيتها في السلكه مع العلف مش راضي. مش قادرة توقف، بس هي هتموت ولا ايه مش عارف. والله الواحد قرف، الواحد مش عارف يعمل ايه. يعني الواحد عارفة، الواحد لو اقول لكم ان انا مقصرة اقول لكم مقصرة، اقول لكم مقصرة مع الطيور، انما الواحد يعلم ربنا هو طالع عينه ازاي معاهم. الزغلول اللي هنا، لان الزغلول زميله في السلاكه من امبارح شلته، وطبعا طلعت حطيته بالليل متاخر، وقمت الصبح طبعا خليته ياكل وجبه بسيطه كده اللي فطروا بيها نص ساعه، وقمت شايله وسايبه بقى ده طول النهار. الحمد لله واكل اهو شبعان، الدنيا تمام. شايله التاني في السلاكه، بص ده مش عارفه في، مش عارفه في الواحد زي، والله واحد زهق.
نفسه في الاول ولا في الاخر، الواحد ما يقدرش يقول غير قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الواحد بيعمل اللي عليه، ولو لك نصيب في حاجة هتاخديها وهتفضل عايشة، ملكش نصيب فيهم مش هيبقوا موجودين. فالواحد يخليها على الله. مش عارفة اقول لكم ايه. خايفة افتح والله على الفراخ الباقية، خايفة افتح على الحاجة، بس البطاطا وقعت من ايدي. خايفة افتح على باقي الحاجة والله، انا لسه ما شفتش الفراخ الهندي. بصوا الفرخة، هي عايزة تاكل، هي عايزة تاكل. فين الوز؟ انتوا واقفين ليه هنا؟ واقفين ليه هنا؟ يلا بس الفرخة دخلت الأوضة هناك، أنا هعزلها دلوقتي لوحدها. الأوضة دي فاضية ما فيهاش حاجة، هجيبها وعزلها لوحدها، احط لها علف واحط لها مضاد حيوي، او ممكن اجيب فص توم كده ابلعه لها. هي بتنتهي الفرخه دي، بتنتهي. استغفر الله العظيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا هجيب الزغلول احط مكانه. هبص الواحد طالع لهم بالبنجر. انا المفروض ان انا ما كنتش اتعامل مع نفسي كده مع السمان. المفروض من اول واحده كانت ماتت كنت عرضتها على الدكتور. انا قلت هم محتاجين فيتامين احماض املاح، فصراحه ما رنيتش على الدكتور ولا قلت له اي حاجه. هي جوه بتموت اهي، هعزلها واحط لها الاكل والميه. والله لو لنا نصيب فيها تعيش، ملناش خلاص، تعوض ربنا. طبعا الميه سخنه، نغير الميه، نطلع الاكل من قدامهم كده. بس حتى بصوا مدورين الاكل وعاملين فيه ايه، يعني الصبح رغيفين عيش اللي بلتهم بس ليهم مع شوية بطاطا صغننين. طب وانتوا تمام ولا ايه؟ طب الحمد لله دي تمام، ربنا يباركنا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما حطيتش خضره للبط ولا للوز. والله الواحد طلع بص على سدة نفسي كده،
هموت واعرف مالها، مش عارفه مالها. خدوها كده اما اشوفها بتاكل ولا لا. دي الفرخه اللي وراها، الفرخه اللي ورا البيضه دي. بصي بتاكل ايه؟ لا الحمد لله بتاكل. بصي دي هعزلها واحط لها شويه علف، احط لها شويه فيتامينات. انا خايفه برضه احط مضاد حيوي لان هي كده ضعيفه، في هزل، في ضعف فيها، ف خايفه اديها مضاد حيوي برضه يضعف مناعتها اكتر. فانا ممكن احط فيتامين سي او اي حاجه من اللي موجوده عندي في الميه واحط لها علب. بس هي ماشيه بتمحر في الاكل اهي وبتاكل، ربنا ينفخ في صورتها. الحاجة اللي كتير عندي سبحان الله سبحان الله ما بجرالهاش حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيضة دي بتاع البطاية المسكوفي انا يوميا باخدها. انا يوميا باخد البيضه بتاعتها عشان ما تتكسرش. كده كده عندي الفقاسه وكده كده مش محتاجاها ترد، الحمد لله بمشيئه الرحمن يعني. بس ربنا يشفي لنا طيورنا، نعرف ايه اللي عنده الطيور. طب مثلا الطيور اللي بره خليك ان انا هقول ان انا مثلا مقصره فيه. طب السمان اللي عمال يموت كل يوم ده، السمان اللي ما بتحطش قدامه غير علق برضو ده مقصره فيه، مش عارف. اجيب لهم شويه خضره، حرط لهم خضره. بصوا البطايه عينها عملت ازاي، عينها مقفله. مش عارفه اقول ايه والله، مش عارفه اقول ايه. اعورت، مش عارفه هي تعبانه ولا لا. شايفة حاجة غريبة ببقهم كده، مش عارفة، حاسة في حاجة بني كده ببقهم. بس استنوا كده يا جماعة، بصوا بقهم في حاجة سودة كده من جوه، مش عارفة ايه، بس مش عارفة ده طبيعي ولا لا. بصوا بصوا بقها، مش عارفة ده طبيعي ولا هما كده فيهم حاجة. اهو
كتير. حول ولا قوة إلا بالله. بقلب العيش عشان اللي تحت اترنخ واللي فوق لسه، عشان مش هحطه برضو رد. صدقوا من ساعة ما بدأت اهتم بالطيور وانا حاسة ان في خسائر عندي، سبحان الله الحاجة بص اللي بتخليها على الله كده وما بتشيليش همها قوي بزيادة، ربنا بيكرمك فيها مش عارفة ليه. كده اللي على الوش نزلت تحت عشان يترنخ، عشان اللي تحت بص اترنخ خالص اهو، يشرب شويه الميه اللي فيها من تحت واحطها على الطيور كلها، اوزع على الطيور كلها. انا شلت السقايه من قدام السمان والرومي والفراخ، طبعا عايزه اعطشهم عشان احط لهم حبه فيتامين كده يا اما رافع مناعه. بس رغيف عيش احطه للارنب اللي في السلاكه، مسكت دكر الارنب الابيض حطيته في السلاكه لان الدكر البني والدكر الابيض كانوا بيجروا ورا بعض وكانوا هيبوظوا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حطله خضره برضو امبارح، يعني جبله شويه خضره. والله الواحد ما عارف يقول معاكم ايه، واحد مش عارف يقول ايه. طبعا الناس اللي كانت بتسألني في الكومنتات، ندى عندي الكتاكيت، ابدأ انزل بخلطات امتى وهي عندها عمر قد ايه؟ بص عادي ينفع جدا من نص الشهر التاني، يعني تفضلي شهر ونص على الاقل على فصاف. ان شاء الله اسبوع العشر ايام كده على الكتكوتين اللي في السلافة، وهبدأ اجيبهم هنا مع الكتاكيت دي، عشان عايزه اقول لكم ان والله العظيم الخلطات حاسه ان هي بتدي وزن عن العلف، سبحان الله مش عارفه ليه. هنبدا بقى نعمل نرفع المناعه بتاع الطيور بتاعتنا. هضرب لهم بصل وثوم وخل وليمون والبنجر، هضربه معاهم برضو في الخلاط، هضرب لهم كل ده في خلاط واحطه في الميه، بس هطلع بالليل اشيل الميه من قدامهم وهبيتهم على عطش، واطلع بكره بدري بمشيئة الرحمن احط الميه اللي فيها الخلط اللي انا هعمله، عشان نبدا نرفع بقى في المناعه بتاعه الطير، لان الجو بالليل بدا ان هو يسقع شويه، تبقى نسمه هوا كده. فخلوا بالكم بقى من طيوركم عشان الامراض بتاعه الشتاء وضعف المناعه والبرد، فربنا يستر على طيورنا وطيوركم. اللي عنده حاجه تعبانه زي اللي عندي كده ربنا يشفيه.
عارفين لو شغفة على الفراخ الصغيرة والله دايما امسكها احطها معايا اهو، بس خلوها. حاساها غريبة اصلا ماشية مايلة دماغها كده مش طبيعية. بص دول حساهم كده مش عايزين ياكلوا عيش ولا حاجة، حساهم عايزين خضرة. وحيد اهو يا جماعة الناس اللي كانت بتسألني عليه، ده وحيد اللي كان متربي لوحده اهو ما شاء الله، اللهم بارك بقى حاجة زي الفل كده، اللهم بارك. اجيب لهم عيد الخضرة. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه كده انا الفرخه التعبانه اللي عندي دي هعزلها في اوضه لوحدها واحط لها اكل وعلف وميه، وباقي العيش اللي عندي هوزعه على الطيور اللي بره والبط والوز، وبكده يكون خلص معاكم الروتين. اتمنى ما تنسوناش في دعواتكم الجميله، وصلى على الحبيب المصطفى. استنوني بكره في روتين جديد يكون اسعد من الفيديو دوت، ده بمشيئه الرحمن، ونرجع على مفاجاه حلوه كده ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.